الأسابيع اللي فاتت كنا إحنا اتكلمنا عن الـ CDL وبعض التعريفات اللي كان المفروض نعرفها. النهاردة بنتكلم عن lateral migration of machine line position. المفروض إحنا عارفين إن shore line يعني ephemeral feature، يعني ده معناه إن سي ليفل تشينجز يطلع مرة وينزل مرة. شور لاين كان موف لاند وارد لما يزيد لما ارتفع، أور سي وارد لما يتراجع. زي ما احنا شايفين في الشكل كده إن الوضع ده بتاع السي ليفل، الوضع الأول ده بتاع السي ليفل. ممكن في حالة التراجع الوضع بيكون معزول الخطر ده، يعني بينزل في اتجاه البحر، وفي حالة الزيادة بيطلع لفوق ويزيد على حساب اليابسة زي ما احنا شايفين كده. according to these movements the transmigration والريجريشن بيحصل، يعني في الحالة دي معناها ان هو حصل ريجريشن، في الحالة التانية معناها حصل ترانسجريشن. في شكل زي ده كده المارين ترانسجريشن لما يكون عندنا شكل بالشكل ده، وده الشور لاين اللي هو زي ما عرفنا قبل كده اللي هو الخط الفاصل بين البحر واللاند اللي هي الرملة ده. ولما المية تتحرك زي ما احنا شايفين، لما المية تتحرك مع السهم كده معناها انها تضغط على اليابسة فبيحصل ريجريشن. في الحالة ده الشور لاين موفز لاند وارد، يعني على حساب اليابسة. في الحالة دي برضه أثناء المارين ترانسليشن بيحصل بعض الخواص المميزة لها. الانفيرومنت بارلل تو ذا شور لاين مايجريت لاند واردز. الانفيرومنت معناها بيئة الترسيب هنا بتتحرك لاند واردز، يعني بتزحف على اليابسة. لاند واردز از ذا سي بروجريسيفلي كفرز مور اند مور اوف ذا كونتيننت، يعني كل ما بيغزو اليابسة بنلاقي الانفيرومنتس اللي هي أماكن الترسيب دي بنلاقيها بتطغى اللي هي بتتحرك نحو اليابسة. الخاصية التانية فيشز فورمينج اوف شور، الفيشنج فورمينج اوف شور يعني اللي بتبقى في مع العمق اللي بتبقى في عرض البحر. الفيشز دي overlies fishes deposited in the near shore environment، بمعنى إن مع الغمر يعني مع الترانسجريشن بنلاحظ إن الفيشز اللي هي اللايمستون دي بتكون في العمق بتزحف نحو اليابسة، أي إنها بتغطي الشيل اللي هو بيكون نحو الشور أكتر، وبتغطي الساند. معناها إن الفيشز فورمنج أوف شور بتغطي الأقدم، بتغطي اللي تحتها اللي هو بتكون ناحية اليابسة أكثر. The rocks of each fishes become younger، يعني أي صخر من الصخور دي بيكون أحدث in landward، بيكون أحدث في اتجاه landward direction during the main transpiration. الصخور لكل fishes لكل سحنة من السحنات دي بيكون أحدث، يعني كل ما فوق كده الصخور دي بتكون أحدث من الأقدم. ايديال مارين ترانسجريشن شكل كده يورينا الايديال، الحاجه المثاليه للمارين ترانسجريشن. زي ما احنا قلنا المارين ترانسجريشن بيكون الاوف شور بتغطي اللاند شور. الاوف شور فيشز اللي هي في العمق زي اللايمستون ده يغطي الشيل والشيل يغطي الساند. ده الحاجه المثاليه، يعني في حالة ترانسجريشن لما يكون لما نروح الفيلد كده ونشوف المنظر ده نشوف مثلا ساند ستون فوقه شيل فوقه لايم ستون، بنحكم على القطع ده ان هو اترسب في حالة مارين ترانسجريشن. العكس بقى في المارين ريجريشن، بنلاحظ
السي ليفل فولز يعني بينزل بيهبط with respect to the continent، يعني بينزل عن مستوى اللي قبله اللي هو، وبينزل تاركا جزء من تاركا جزء يضاف لليابسة. برضه في الشكل ده زي الشكل اللي فات برضه نلاحظ إن البحر لما كان هنا، الشور لاين لما كان هنا بيتحرك في اتجاه البحر تاركا الجزء ده يضاف لليابسة، فده بنقول عليه ريجريشن. ده شور لاين لوك ريموفز سي وارد، الشور لاين بيتحرك سي وارد يعني في اتجاه البحر. دي الخصائص بتاع المارين ترانسجريشن. في حالة المارين ريجريشن نلاحظ إن بنلاحظ الشكل ده مثلا كده، الحاجة في الوضع ده كان الفيشز عبارة عن ساند خشن ثم شيل ثم لايمستون. في حالة لما البحر يتراجع، حتى المارين ترانسجريشن لما البحر يتراجع يعني هيرسب لنا برضه نفس الترسيب ده لكن لورا شوية، لورا ناحية البحر شوية، يعني هيتراجع يرسبه ناحية البحر شوية، بمعنى إن الحاجة العميقة اللي كانت هنا نلاقيها في المرحلة التانية من مراحل التراجع، نلاقي فوقها بقى فيه شيل اللي هو كان في بيئة ضحلة في المرحلة الأولى. طيب لما نروح للمرحلة الثالثة من التراجع، الشيل نفسه اللي هو ضحل عن اللايمستون وغطى اللايمستون بالفعل في المرحلة الثانية، في المرحلة الثالثة دي نلاحظ ان هو اتغطى بفيشز اللي هي الساند ستون اللي هي بتكون اقرب الى الشاطئ، فيدلنا قطاع مكون من لايمستون فوقه شيل فوقه ساند. دي الخاصية بتاع المارين ريجريشن. يبقى the environments parallel the shoreline migrate، بتتحرك نحو عمق نحو عرض البحر. vertical بتدي زي ما انا قلت كده، بتدي vertical succession فيها ال near shore faces، near shore بتغطي ال over shore faces. the rock units become younger in the sea، يعني عكس الترانسجريشن. اسباب بقى السي ليفل تشينجز اللي احنا بنشوفها سواء ترانسجريشن او ريجريشن، فنشوف في الاول كده الكوزز اوف ترانسجريشن، اسباب زياده مستوى سطح البحر او ارتفاع مستوى سطح البحر. اول حاجه لو ريت اوف تريشنس انفلكس، بمعنى يعني بيجي لنا من اليابسة لما يكون هنا كده عند اليابسة في البحر، بيجي لنا من اليابسة إمداد، بمعنى إن عوامل التجوية بتاكل من الأماكن المرتفعة على اليابسة وتحاول تنقلها وتوديها في البيزن بتاع البحر كده، يعني ده اللي بنقول عليه الإمداد اللي هو التريجينوس إنفلاكس. لو كانت التريجينوس إنفلاكس معدلها قليل، معدلها قليل بالقياس إلى قوة البحر على الطغيان، فالبحر بيتغلب عليها ويعمل ترانسجريشن. يعني كان المستوى مثلا كان هنا، الحالة التانية الميلتينج اوف ايس شيت كلايماتيك تشينج، الايس شيت لما يدوب المياه بتتحرك وتنزل الاوشنز فتعمل لنا زيادة في مستوى سطح البحر. حالة تالتة لوكال سي ليفل اب سي فلور ابلفت، يعني قاع البحر لما يحصل فيه عملية تكتونية، وعملية تكتونية ايوستاتيك يعني على مستوى العالم كله جلوبال يعني، فلما القاع بيرتفع تبعا له زي ما احنا شفنا في السلايدز اللي فاتت تبعا له، نلاقي ان كل اللي فوق القاع بما فيه السيدمنت والميه بترتفع، فارتفاع الميه يؤدي الى رايز ان
أيضا سبب من الأسباب deposition of sediments in the ocean basin. الترسبات في الأوشن بيزن decreases ocean basin volume. يعني احنا كان عندنا الأكوميديشن زي ما قلنا كان بيحتوي على مية وسيديمنت، لما تزداد نسبة السيديمنت معناها إنها ترتفع وترفع فوقها مستوى المية، هتعمل لنا في النهاية rise in the sea level. عامل آخر local transmigration. local transmigration يعني إيه؟ يعني في مكان معين، يعني مش على مستوى الجلوب. due to storm and hurricane with coastal vulnerability، يعني لما يكون في ضعف في الشاطئ. احنا عندنا ضعف في الشاطئ مسجل في مثلا المدن الشاطئية زي دمياط مثلا، عندنا ضعف في الشاطئ فالمية بتتغلب عليها، عشان كده بنعمل مصدات. لو كان الضعف ده زايد شوية وحدث عاصفة أو ما بيسموها لما العاصفة بتزيد شوية، كان فيه مثل في التاريخ الهوريكين ده، كان بيأثر على شواطئ وخاصة شواطئ أمريكا، فبيدلنا يعني منظر عجيب إن المدينة نفسها زي ما هنشوف كده، إن المدينة نفسها لوكالي بتغمر بالمي نتيجة الهوريكين ده. يعني عاصفة شديدة رفعت مستوى سطح الماء، وبالتالي الشواطئ الضعيفة ما قدرتش تقاوم، فالمية نفسها غمرت المدينة زي ما احنا شايفين كده. ده الهوريكين عاصفة شديدة كده، والنتيجة إن المدينة نفسها اللي هي نيو أورليانز في أمريكا غمرت، طبعا صورة من الفضاء دي، غمرت بالمية بهذا الشكل. ده سبب من الأسباب، بس الأسباب المحلية. نيجي نشوف الـ causes of regression. الـ causes of regression high heterogeneous influx، يعني عكس الحالة الأولى اللي كانت في الترانسجريشن دي. لما يكون الترانسجريشن انفلوكس يعني الإمداد اللي جاي من اليابسة كبير، نسبته كبيرة تتغلب على نسبة اندفاع المياه نحو الشاطئ وبناء سيدمنتس في منطقة الشاطئ، الهيدروجينوس انفلوكس بيتغلب عليها ويردم، يعني فيردم جزء من البحر يضاف إلى اليابسة فيعمل لنا تراجع للمية، فبنقول عليها ريجريشن. زي ما احنا شايفين كده تريجنس انفلوكس زاد فرجع المية، رجع مستوى المية، بقى الشاطئ بعد ما كان هنا بقى هنا. فدي منطقة نتيجة تريجنس انفلوكس، منطقة زادت على لليابسة وضيفت لليابسة. وطبعا مستوى الريلاتيف رايس، يعني المستوى مثلا كان هنا فبقى هنا في هذا الشكل. طيب ريلاتيف لورنج اوف سي ليفل يعني due to global glaciation، بمعنى ايه؟ لو حصل عكس الميلتنج، لو حصل ان درجة الحرارة انخفضت فبيحصل global glaciation، يعني تكون جليد. تكون الجليد ده معناها ان مية البحار والمحيطات بتتجمد وتسحب المية في المناطق القطبية بالذات، يعني وتسحب المية اللي موجودة في الأوشنز، تسحبها لتتجمد، فبتسحبها بتخفض مستوى السي ليفل أو الأوشن ليفل على مستوى الجلوب. ده سبب تاني. سبب تالت vertical down movement of the sea floor due to loads down movement of the sea floor. لو كان القاع بيتحرك لأسفل نتيجة load بتاع sediments أو الأيس أو الووتر أو حركة أرضية، المهم إن القاع بينخفض، فبينخفض تبعا له مستوى سطح البحر ويحصل الريجريشن. لوكال سي ليفل سبسايدنس اللي هو التكتونيك اللي قلت عليها في الخطوه اللي فاتت، اللي هو تكتونيك ستاتيك، لو كانت على مستوى الجلوب على مستوى العالم في سبسايدنس في حركه ارضيه خافضه، فدي تخفض القاع
وتقع لا تخفض مستوى سطح البحر. local neighboring land, neighboring land uplifting، يعني لو كانت المنطقة في اللاند، لو كانت المنطقة ده هي في منطقة لوكال، ولتكن مثلا منطقة في مصر أو في أي مكان محلي، لو المنطقة دي ارتفعت بحركة أرضية، يعني حصل مثلا فالق ولا حصل أبليفتنج هنا في المنطقة دي، لو المنطقة دي اللي هي خاصة منطقة الشاطئ اللي هي المنطقة الشاطئية، لو اللاند ارتفعت معناها إنها المية بتتراجع. تتراجع لو الحتة دي في المية دي مثلا كده، اللاند بتاعتها ارتفعت لأعلى كده، فالمية بتتراجع ويحصل لنا يحصل لنا ريجريشن أو فول إن ذا سي ليفل. لكن الحاجات اللي احنا بنقولها دي ماهيش على طول يعني، لكن في بعض الحالات بنلاقي شواذ كده، يعني فاست شور لاين سيديمنتيشن، لو كان في منطقة الشور فيه سيديمنتيشن سريع جدا during static sea level rise، يعني بنلاقي مستوى سطح البحر بيرتفع إلا إن المنطقة، يعني مثلا هنا كده مستوى سطح البحر بيرتفع إلا إن المنطقة الشاطئية فيها اللي هو التريجنس انفلكس اللي قلنا عليه في الإسلام اللي فات، يعني بس سريع شوية بنقول عليه فاست شور لاين سيدمنتيشن، ده معناها انه بيدخل المية لداخل البحر، معناها انه يكون فيه تراجع، مع انه هو في البداية سي ليفل رايز، الا ان البحر بيتراجع نتيجة اللود اللي جه الكبير ده وردم لنا منطقة من البحر، يعني ده بيعمل لنا ريجريشن. والعكس الواقع يعني، استثناء تاني فاست لاند سبسايدنس، لاند سبسايدنس، يعني هنا لو كان مستوى سطح البحر هنا وده اللاند، مستوى سطح البحر بالشكل ده والبحر بيتراجع، يعني المفروض هينزل، المفروض هينزل، لكن المنطقة الشاطئية اللي احنا شايفينها دي، المنطقة الشاطئية اللي هي تلاقي مستوى سطح البحر باللاند دي، لو سبسايدنس بس سريع، انخفاض وسريع، الانخفاض السريع ده معناها ان المية هتملى المكان اللي هو انخفض، تملى المكان يعني هتغير لنا الشور لاين من هذا المكان الى هذا المكان، معناها انها زيادة في مساحة البحر على حساب اليابسة، يبقى فيه تراجع، يبقى فيه ترانسجريشن، مع انه تراجع الا ان فيه ترانسجريشن. طيب بالانس تريجنس انفلوكس، يعني حاجه متوازنه، ده بنقول عليه ستيشنري شور لاين، يعني لا بيروح ولا بيجي، يعني في الحاله ده ايه، لا فيه تقدم ولا فيه تراجع، نو ترانسجريشن نو ريجريشن. نشوف في حالة الستيشنري ايديال سيدمنتيشن ديورنج ستيشنري، اللي هي الحالة الثابتة اللي هي البالانسد، اللي المفروض لا فيه تراجع ولا فيه تقدم. نلاحظ ده القطاع المثالي، القطاع المثالي بنلاقي ان الساند ستون هو الخشن منه ناحية الشاطئ، والساند ستون الناعم ناحية البحر جوه. لو زدنا في العمق شوية بنلاقي إن البيئة الأعمق شوية من المنطقة دي بتسمح بترصيب شيل أنعم شوية من الساند، لو رحنا في العمق أكتر البيئة بنلاقيها ترصب لايمستون، يعني التريجنس انفلوكس انتهى تماما، ونلاقي هنا لايمستون في مع العمق، يعني الترتيب عشان ده هنحتاجه بعد كده. الترتيب نلاحظ انه ساندستون من جهة الشاطئ، ساندستون شيل لايمستون، ساند شيل لايمستون، طبعا المناطق اللي هي ان بتوين ده بنقول عليها ساند شيل او شيل ساند، المناطق اللي دي بنقول عليها ارجليش لايمستون او كالكيريس شيل وكذا يعني، لكن الحاجات الكبيره اللي هو الكورس نيم ساند شيل لايم ستون. ااا
السيكونس اوف مارين ترانسجريشن اند ريجريشن، عشان نشوف برضو الكلام اللي احنا قلنا عليه ونطبقه بالرسم كده. ده المثالي اللي احنا بنقول عليه ساند شيل لايمستون قمة البحر، طبعا ساند شيل لايمستون ده المثال اللي ما فيهوش حركة لا ترانسجريشن ولا ريجريشن. في حالة الترانسجريشن نلاحظ، حالة الترانسجريشن نلاحظ ان البحر كان الشاطئ كان هنا مرة وبعدين بقى هنا مرة، زي ما احنا شايفين كده في مرحلة. معناها وده من خصائص الترانسجريشن ان الاوف شور فيشز يغطي الاون شور فيشز، يعني الشيل يغطي الساندستون زي ما احنا شايفين، اللايمستون يغطي الشيل زي ما احنا شايفين كده. ده المرحلة الثالثة منه، يعني بقى كان هنا في الأول بقى هنا في الثاني، مرحلة ثالثة من الترانسجريشن كده. نلاحظ ان برضو تكرار العملية دي هيتكرر هنا، هنلاقي اللايمستون اللي كان مغطي حتة من الشيل، اللايمستون غطى الشيل والشيل كان مغطي الساند. يعني كل الفيشز الاوفشور فيشز بتزحف ناحية البحر. لو خدنا قطاع رأسي في التلات انواع من الفيشز، نلاحظ ان تحت ساند يليها لأعلى شيل يليها لأعلى لايمستون. الساند خشن، ده أنعم ده أنعم، فالخاصية دي بنقول عليها فايننج أبورد. ترانسجريشن يبقى يتميز على طول بأنه فايننج أبورد، حتى نقدر نسمي مارين ترانسجريشن يعني فايننج أبورد بالوصف في ترتيب الفيشز. في حالة الريجريشن بيكون العكس، يعني لو الثلاث مراحل رجعوا قد مرحلة من الشاطئ، مرحلة من الشاطئ تانية، مرحلة من الشاطئ تالتة، وهكذا. نلاحظ إن الترتيب، طبعا إحنا كنا عرفنا إن الرسوبيات الخشنة أو الأونشور فيشز بتتحرك لداخل البحر، فالساند كان هنا حصل له مايجريشن بقى هنا، حصل له مايجريشن بقى هنا مع ثلاث مراحل من مراحل الترانسجريشن. الناتج النهائي الفيرتيكال سيكشن، نلاحظ ان اللايمستون اللي كان في العمق في المرحلة الأولى، العمق ده في المرحلة الثانية من الريجريشن بدأ يسمح بترسيب شيل، في المرحلة الثالثة من الريجريشن بدأ يسمح بترتيب ساند. فنلاحظ ان السكشن من اسفل لاعلى في حالة الريجريشن، نلاحظ ان هو لايمستون فوقه شيل فوقه ساند، لايمستون انعمهم وده خشن شوية وده اخشنهم، بمعناها ان هي في ظاهرة بنسميها كورسنينج ابورد. كورسنينج ابورد اللي هي دي كده، لايمستون شيل ساند، دي تميز الريجريشن اللي احنا بنقول عليها في وصف الفيشز انها كورسنج ابورد، ريجريشن كورسنج ابورد، اما ترانسجريشن فبنسميه فايننج. الظاهرة دي يعني في ظاهرة بقى بنقول عليها ترانسجريشن، ظاهرة ترانسجريشن نفسها، فبنقول عليها اونلاب في اللغة العلمية الأمريكية، وتساوي overlap في الإنجليش، دي معناها ريترو جراديشن، يعني عملية بناء في حالة الترانسجريشن. الريجريشن بنسميها overlap أو برو جراديشن، دي مسميات نستخدمها بعد كده يعني إن شاء الله. الأونلاب نلاحظ، طبعا احنا عرفنا خلاص ان الأونلاب تساوي overlap تساوي ترانسجريشن. في وصف قطاع من الترانسجريشن بنلاقي ان البحر بيتقدم مرة هنا مرة هنا مرة هنا مرة هنا، البحر بيتقدم على مستوى على حساب اليابسة، فبنلاقي ان الفيش نفسها بيحصل لها مايجريشن في اتجاه اللاند، ودي اللي هي بنقول عليها ترانسجريشن، فبنقول عليها اون لاب. اون لاب بمعنى ان هي تخطي في اتجاه الأعلى في اتجاه اللاند، يعني دي كان هنا بقت حدوده وانا رايح لفوق هنا في المرحلة الأولى من مرحلة الترانسجريشن، في المرحلة الثانية بقت حدوده هنا، يعني في مايجريشن
في اتجاه الأعلى لو كان ده ميل القاع، فاحنا في الاتجاه الأعلى كده رايحين لأعلى كده، فعشان كده بنقول on. فهنا on lab من هنا بقت هنا بقت هنا، وانا رايح في الاتجاه الأعلى. نفس الحال الكونتاكت بين شيل اند ساند، لاحظوا ان هو هنا مرة هنا مرة هنا مرة، وهكذا مع استمرار الترانسجريشن. فدي بنقول عليها on lab. اما الافلاب نلاحظ انها العكسيه، الافلاب اللي هي تساوي ريجريشن، نلاحظ ان هي نازله مع الميل، مايجريشن مع الميل، يعني ستاند بقى هنا كان هنا في مرحله ثانيه من الريجريشن، بقى هنا في مرحله ثالثه بقت هنا، يعني حصل له مايجريشن مع الميل، فدي بنقول عليها افلاب او ريجريشن. طيب طبيعة الـ Vertical Succession، ودي يعني لو عندنا قطاع مثلا، القطاع ده وصف، لو تعرضنا لوصف الصخور فيه، نوعية الصخور، نوعية الفيشز، فممكن نلاقي ظاهرة بنسميها Lithologic Uniformity، بمعنى Lithologic Uniformity ده معناها إن هي يعني فيها Uniformity، فيها يعني باللغة العربية يعني كده، يعني يونيفورم أو يعني حاجة موحدة، يعني درجة موحدة، سواء من color أو grain size أو composition أو resistance أو weathering. يعني بمعنى لو عملنا مثال من الفيشز لايمستون لثولوجي كبير مثلا كام متر كده، كله وايت لايمستون، فدي بنقول عليها الليثولوجيك يونيفورمتي. او قطاع كبير من الشيل فقط مفيش تنوع، فدي بنقول عليها ليثولوجيك يونيفورمتي، وهكذا. النوع الثاني ليثولوجيك هيتروجينيتي، هيتروجينيتي يعني عدم تجانس، يعني عكس الثانية خالص، عدم تجانس. هنا في الحالة الأولى كنا بنقول إن هي نوع واحد من الصخر بسماته كلها، لكن هنا اختلاف الأنواع، نوع أبيض نوع أسود نوع أصفر نوع وهكذا وكذا، فدي فيها heterogeneity أو عدم تجانس، يعني اختلاف الفيشز واختلاف الألوان أو البروبرتس بصفة عامة. حالة ثالثة من vertical succession بنلاقيها إنها يعني تكرار، بنقول عليها cyclic successions. cyclic successions يعني نلاحظ مثلا واحنا ماشيين في القطاع من اسفل لاعلى كده، نلاحظ ان الترتيب كده شيل وساند مثلا، يعني المرحلة التانية شيل وساند، التالتة شيل وساند، اذا في تكرار من الوحدتين دول، واحنا شيل وساند عمالة بتتكرر تتكرر سايكل، او ثلاث انواع شيل وساند او لايم ستون وشيل وساند، لايم ستون شيل ساند، لايم ستون شيل ساند، وهكذا. يعني اكثر من نوع ممكن يتكرروا، او نوعين ممكن يتكرروا، فده يتكرروا معناها انها تكرار دوري، يعني سايكليك سكسيشن. ده اللي بنقول عليها السمير ريبيتيشنز اوف. لو تعرضنا للسايكليك سيدمنتيشن اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الحاله الاخيره في اللي فات ده، لو تعرضنا لها، كلمه سايكل او ريسم او سايكلوسيم، التلاتة بمعنى واحد، يعني دي بتستخدم دي بتستخدم دي بتستخدم، وكلها معناها انها ريبيتيشن، التلات حاجات معناهم انها ريبيتيشن. لكن السايكل بتستخدم في تكرار الزمن، والسايكلوسيم بتستخدم في الروك سيكونس، سايكلوسيم تستخدم في الروك سيكونس، يعني لما اتكلم على تايم بقول سايكل، سايكل ده الزمن ده عمال بيتكرر. هنا سايكلوسيم بتبقى للسيكونس نفسه، يعني سيكونس عمال بيتكرر، يبقى فيه ريبيتيشن، يبقى فيه سايكلوسيم، ده في الوصف. سايكلوسيم is a series of beds deposited during a single sedimentary cycle، يعني في sedimentary cycle بتتكرر، لما اجي اوصفها فبقول عليها انها في سايكلوسيم او repetition of cycles.
زي جريدد سايكلوسيم، وهنشوف الشكل كده جريدد سايكلوسيم، واحنا قلنا سيريس اوف بيتس جريدد سايكلوسيم. لو شفنا الحتة دي كده اللي هي ممثلة بالسهم الكبير ده، هنلاقي الحتة دي فيها يعني نقدر نقول عليها ان الحتة دي كونجلومريت او كورس ساند، وفيها قطع من الصخر القديم، وبعدين بقت ساند خشن، بقت ساند ناعم، بقت سيلت، بقت شيل، وخلصت وتكرر الوضع تاني. نلاحظ ان دي وحدة، الوحدة ده بتتكرر فوق، يعني الحتة اللي فوق دي هي القاعدة بتاع السايكل اللي احنا شفناه، والحتة ده هي النهاية بتاع السايكل اللي احنا شفناه، يعني دي نهاية سايكل ودي سايكل كاملة ودي بداية سايكل، يعني معناها ان السايكل الكامل ده عمال بيتكرر من اسفل لاعلى، فدي بنقول عليها سايكلو ثيم. السايكليك سيديمنتيشن كان بي سب ديفايدد انتو اوتو سايكليك، يعني السايكليك سيديمنتيشن دي ممكن بيكون فيها اوتو سايكليك، لو في حالة ان السبب في تكوين السايكل بيكون في داخل البيزن نفسه، دي بنقول عليها اوتو سايكليك، سبب ان هو بيتكرر، ده سببه بيكون في داخل البيزن فبنقول عليه اوتو سايكليك، لكن السبب التكرار لو كان من خارج البيزن فبنقول عليها الو سايكليك. يبقى في نوعين، اوتو سايكليك لو كان السبب في داخل البيزن، الو سايكليك لو كان السبب في خارج من خارج البيزن. شكل من الاشكال اللي هو احنا بنشوف اللي هو بنقول ان فيه ريثم او سايكليك سيديمنتيشن، سواء كان النوع كده او النوع كده، نلاحظ ان فيه شيل ساند مثلا، شيل ساند، شيل ساند، وهكذا عمالة تتكرر العملية، فدي بنقول عليها سايكليك سيديمنتيشن. طيب لو شفنا الاستراتيجرافيك كونتاكتس، استراتيجرافيك كونتاكتس الكونتاكت اللي هو احنا عرفناه قبل كده ان هو الخط الفاصل او السطح الفاصل بين طبقة اخرى او بين سيريز وسيريز او بين سايكل وسايكل. الكونتاكتس دي ممكن تكون كونفورمبل كونتاكتس، كونفورمبل كونتاكتس تعني ان مفيش اي مظهر من مظاهر انقطاع الترسيب، يبقى دي بنقول عليها كونفورمبل يعني متوافقة، يعني ما فيش أي انقطاع للترسيب، ما فيش أسطح عدم توافق. ده هنشوفه في vertical succession ازاي بيكون شكله والمسميات بتاعته، وهنشوفه في lateral succession الشكل والمسميات أيضا. لكن النوع الثاني اللي هو unconformable contacts، unconformable contacts دي لو كان في السايكل ده او في السكسيشن ده، لو كان فيه مظهر من مظاهر عدم التوافق، بمعنى ان في فترة انقطاع ترسيب في ميل في الطبقات مختلف عن التاني، فدي بنقول عليها unconformable contacts. طبعا ال unconformable contacts اتدرست قبل كده، فاحنا هنشوف الكونفورمبل كونتاكتس في حالة lateral succession بيكون فيها الأنواع اللي احنا شايفينها دي، النوع ده، النوع أو النوع الأول ده اللي هو تحت ده، lateral يعني faces جنب faces جنب faces، جانبيا يعني كده laterally، فبنلاحظ إن ده في sand يتدرج أو يتحول تدريجيا إلى شيل، المنطقة الوسطى دي بنسميها ساندي شيل، يعني خليط من الاتنين لغاية ما يصبح كلية شيل، فده تدرج من الساند للشيل لكن تدريجي، فالمنطقة الوسطى وليست خط، المنطقة الوسطى بنقول عليها جراديشنال كونتاكت. الحالة التانية أيضا لترالي، دي بنقول عليها انترتانجنج، يعني ألسنة، لسان من الساند
داخل في الشيل، ولسان من الشيل داخل في الساند زي تشبيكة الأصابع كده. دي لسان من الشيل داخل في الساند، لسان من الساند داخل في الشيل، وهكذا تتابعات كده. فالحتة ده هكذا هي الكونتاكت زون، منطقة جراديشنال أيضا، يعني بس مش جراديشنال بالمعنى الأولاني، لكن يعني منطقة انتقال من الساند للشيل كلية، بس عن طريق تانجز، عن طريق ألسنة بهذا الشكل. فدي بنقول عليها انترتانجينج. النوع الثالث لو كان في الطبقة، طبقة واحدة كده داخلة في طبقة وبتنتهي من، بيحصل لها ويدجينج اوت او بينشينج، بتنتهي يعني تبقى زي الوتد كده في الطبقة دي، فدي بنقول عليها بينشينج اور ويدجينج اوت، لان في طبقة بتدخل في طبقة تانية وتنتهي ما تمتدش، فدي بنقول عليها بينشينج اور ويدجينج اوت. النوع الثاني في الفيرتيكال سكسيشن، لو شفنا الترتيب برضو من اسفل لاعلى نلاحظ ان في جريديشن نفس المسمى ده، لكن رأسيا نلاحظ هنا في البيز كده شيل ويتدرج لغاية ما يوصل يبقى ساند فوق، بس المنطقة الوسطى دي بتكون خليط من الشيل والساند، فدي بنقول عليها زون كونتاكت كده فيه الخليط من الاتنين، يعني شيل يصبح ساند نهائيا في الأعلى، لكن عبر منطقة خليط من الاتنين، فدول بنقول عليها جراديشنال. التانية انتركليشن، تداخلات يعني هنا شيل وهتبقى ساند في الآخر، لكن عبر منطقة تداخلات من طبقة ساند وشيل ساند شيل ساند لغاية ما تبقى ساند كلية. فالمنطقة دي عبارة عن طبقات رقيقة متداخلة بين الكومبليتلي ساند والكومبليتلي شيل، فدي بنقول عليها انتركليشن، تداخلات يعني. لو كان فيها خط شارب حاد فاصل بين الشيل وبين الساند ستون، او بين الساند ستون والشيل اللي هي الخطوط دهي، يعني ما فيش اي تدريج ولا في انتركليشن، لكنه شارب كونتاكت بتوين شيل اند ساند اور بتوين ساند، فدي بنقول عليها شارب كونتاكت. بعض الصور كده للشارب كونتاكت نلاحظ هنا طبعا، لو اعتبرنا ده لايمستون وده شيل، ففي شارب كونتاكت بتوين لايمستون اند شيل، ده في الفيلد، صور فيلد يعني. لو في انتركليشن، الانتركليشن بنلاقي اللايمستون يتداخل في المنطقة اللي هي الزون ده، هي الزون الأوسط ده، يتداخل بينها، يتداخل مع طبقات من الساند اللي هو الأصفر ده، يعني نلاحظ كده إن في دخل ساند بس طبقة رقيقة، وبعدين دخل لايمستون تاني، دخل ساند، دخل لايمستون، دخل ساند، دخل لايمستون، لغاية ما تبقى كومبليتلي ساند. فهنا من لايمستون لساند حسب الصورة يعني، فدي بنقول عليها انتركليشنز. طيب في صورة أخرى جراديشنال كونتاكت، جراديشنال يعني هيكون تدريجي بين الساند والدولومايت على سبيل المثال، هنا ساند وفوق دولومايت، بس في المنطقة الوسطى ده هي فيه دولومايت وفيه ساند، يعني منطقة تجمع بين الاثنين، فدي بنقول عليها جراديشنال كونتاكت بين الساند تحت والدولومايت أو الكالكيروس ماتيريالز فوق. بين السيلت واللايمستون أيضا، هنا سيلت وهنا لايمستون، كومبليت لايمستون، المنطقة الوسطى دهي اللي هي فيها اللي هي فيها الأسهم أو الحتت النبيتي دي، فدي خليط بين السيلت، والسيلت ده اللي هو فاين ساند يعني، خليط بين السيلت وبين اللايمستون، فالمنطقة بنقول عليها جراديشنال كونتاكت بتوين ساند كومبليتلي اند لايمستون كومبليتلي أباف. بينشينج اوت برضه، بينشينج زي ما اتفقنا في السلايد اللي فات، كنا بنقول ان البينشينج اوت ده عبارة عن طبقة بتنتهي في طبقة أخرى، يعني لو نلاحظ هنا واضحة أوي إن الطبقة الفاتحة دي ايا كانت سيلت ستون في داخل لايم ستون او في داخل شيل، بس لها نهاية،
يعني دي طبقة الشيل الحاملة لها، جاي وكأنه عرق كده، يعني جاية الطبقة جاية ماشية ماشية كده، لكن بتيجي تنتهي لها حدود، تنتهي على هيئة وتد أو بين أو ويدج، فدي بنقول عليها بينشنج أوت. أيضا طبقة من الطبقات، طبقة سيلت في قلب شيل، واضحة قوي إن هي بتنتهي، يعني الطبقة دي ماشية مستمرة لكن طبقة فوقها هي بتنتهي، فدي بنقول على بينشنج أوت أو ويدجنج. Unconformable contacts. Unconformable contacts كنا احنا طبعا درسناها قبل كده في السنوات اللي فاتت. معذرة. Unconformity is a subsurface، تعريفه يعني، وده طبعا درسناه قبل كده في structure أو درسناه في أي حاجة تانية، ونفس الأولى ولا كده. ده سطح تآكل أو سطح عدم ترصيب، يعني اترسبت وتآكلت أو لم تترصب من الأصل. تفصل بين طبقات حديثة وطبقات أقدم منها. The rock records are not complete، يعني الريكورد كده واحنا ماشيين نلاقي ان في جاب في الوسط ناقص، معناها اما ان هو ما ترسبش او معناها ان هو ترسب وتآكل، فالحالتين يدلوا على conformity. They bearing amount of time، يعني ايه؟ يعني unconformity دي او فترة انقطاع الترسيب او الاروجن دي بتختلف في الزمن بتاعها من مكان لاخر، يعني قطاع فترة انقطاع الترصيب فيه مثلا كانت 100 سنة على سبيل المثال يعني، وقطاع آخر فترة انقطاع الترصيب كانت 1,000,000 سنة، فبتختلف من هنا لهنا، ولكنها يمكن معرفتها طبعا عن طريق missing of fossils، يعني فيه ريكورد من الفصول معروف الريكورد ده يعني لو حصل فيه جاب في الوسط، فيه انقطاع في الوسط كده، ده على طول بنقول ان فيه غياب فصل تدل على غياب زمن، فدي بيكون فيها unconformity. او truncation، الطبقات نفسها مقطوعة وترسب عليها طبقات تانية، مقطوعة متآكلة يعني متآكلة، فهنشوف الترانكيشن بعد كده، يعني الطبقات ماشية كده ومالت شوية تأكلت شوية ويترسب عليها سايكل تانية، فدي بتقول على طول إن في انقطاع ترسيب. أو طبقات إحنا المفروض عارفين إنها موجودة لكنها غايبة في القطاع ده، فبنقول إن في unconformity. أو لو وجدت طبقة سويل، طبقة سويل معناها فترة انقطاع ترسيب وتعرض لعوامل التعرية، فبتحولها لصويل، لو وجدت طبقة الصويل دي على طول بنقول إن في unconformity في المنطقة. بالنسبة للانكونفورمتي، في تسميات بتوع السيدمنتري بيستخدموها، بتوع الباليونتولوجي بيستخدموها، بتوع كذا بيستخدموها، بس كل واحد في حدوده، لكن كلها مرادفات تختلف في الفترة الزمنية فقط، يعني في هايتس، في دايستيزم دايستيم، وفي لاكونة، الثلاثة عبارة عن انكونفورمتي الزمن. The unconformity يعني مجرد صورة بس كده، ال unconformity في regional extent، لو تتبعنا unconformity ممكن يتغير من نوع لآخر بس في منطقة واسعة، منطقة كبيرة، منطقة regional، فحسب الصورة كده ممكن نلاحظ إن في، طبعا إحنا عارفين أنواع ال unconformity قبل كده، لو كانت سيدمنتري وتغطي بيزمنت فده بنقول عليها نون كونفورمتي، يعني في هذا المكان الان كونفورمتي نوعه هنا نون كونفورمتي، لكن لو جينا هنا في ميل وميل اخر طبقات في ميلين مختلفين، يبقى دي سايكل وده سايكل، فده بنقول على انجلر انكونفورمتي. ولو جينا هنا نلاقي سطح عدم توافق ايضا نتيجة إروجن، انقطاع ترسيب وتعرض لعوامل التعرية وحصل إروجن، سطح متعرج وترسبت فوق طبقات أفقية، فدي بنقول عليها ديسكونفورمتي.
وممكن نلاقي أنواع أخرى على امتداد منطقة جغرافية واسعة. ده كتير أوي كده. معلش احنا بنرجع بس كده، انا بس كان في خطأ. طيب النوع الثالث لو كان الانكونفورمتي تحت السايكل الملونة دي، بمعنى ان الطبقة دي موجودة وموجودة بميل معين او ميل بالشكل ده، الميل ده هو كده وهتترسب عليه السايكل دي. الميل ده معناها ان الطبقة مايلة وهيترسب عليه طبقات افقية، يبقى في انكونفورمتي بينهم، لكن الانكونفورمتي في الحالة ده هي تحت السايكل الملونة، عشان كده بنقول عليه لو كان لور باوندري. نفس الحال هنا برضه، هو تحت السايكل الملونة فبنقول عليه لور باوندري. النوع ده اللور باوندري بينقسم لنوعين. النوع الاول بنقول عليه اون لاب، واحنا عرفنا اون لاب في حاله الترانسجريشن ان الطبقه ماشيه مع الميل لاعلى، فبنقول عليها اون لاب، يعني الطبقات بتتجاوز بتعمل اوفرلابنج واحنا رايحين في الاتجاه الاعلى مع الميل، فدي بنقول عليها اون لاب. الحالة التانية اللي في اللور باوندري، ودي بنقول عليها بيز لاب كاسم كبير، بيز لاب. البيز لاب لأن هي تحت السايكل الملونة، وبيز لاب لأنها تحت السايكل الملونة. فهنا اون لاب لأن التجاوز الأوفرلابنج رايح لأعلى. لكن في الحالة ده، الحالة دي الميل جاي كده والتجاوز نازل لأسفل، تجاوز الطبقات السايكل الجديدة اللي هي الملونة دي فوق السايكل دي، فوق السايكل القديمة دي اللي هي البن دي، التجاوز نلاقي الطبقة الخضراء، والطبقة لما تترسب التانية الصفراء تترسب وتعمل اوفرلابنج بس لأسفل وهي نازلة، والاوفرلابنج لأسفل وهي نازلة، وهكذا. فدي بنقول عليها لأنها اللي تحت، ما نقولش اون لاب لكن نقول عليها داون لاب. اذا العلاقة من الاخر بقى كده، العلاقة في حالة الديسكوربنس، في حالة لو كان ابر باوندري بنلاقي اوريجينال ترانكيشن ونلاقي توب لاب، وده شرح طبعا. في حالة لو كان لور باوندري فبنقول عليها بيز لاب. يبقى في ايه؟ اوريجينال ترانكيشن، توب لاب، بيز لاب. البيز لاب ينقسم الى اون لاب لو كان الاوفرلابنج الاعلى، وداون لاب لو كان الاوفرلابنج زي ما احنا شايفين لاسفل او داون. يبقى هنا كاختصار كده من الكلام اللي احنا قلناه، الترانكيشن، وطبعا الكلام اللي احنا قلناه كله ممثل بالصور، لكن ده عملية توضيحية. اللاب اوت طبعا، اللاترال ترمينيشن اجينست باوندري اوف ذا اوريجينال بوزيشن ليميت، اتس ريليشن شيب ار سب ديفايدد انتو تو تايبس. اللاب اوت يعني تجاوز، يعني تو تايبس. الطيب الاول بنقول عليه التوب لاب اللي احنا شرحناه، بتاع المنطقة الشاطئية في مصب بحر، في مصب نهر، دي بنقول عليها توب لاب، وطبعا ده ترمينيشن بدون ايروجن، زي الفور سيت بيت فولتيك كومبلكس، يعني منطقة مصب النهر مع البحر. ده عملية توضيحية تانية يعني. بعدين البيز لاب لو كان الخط لأسفل، البيز لاب اللي احنا قلنا عليه اللي هو ينقسم لنوعين، اون لاب لو كان التجاوز لاعلى، زي ما احنا شفنا في الشكل المجمع لو كان التجاوز لاعلى، والداون لاب لو كان التجاوز لاسفل في الشكل ده. ده يعني زي اختصار للموضوع، وطبعا ده شكل يبين كل الحاجات اللي احنا قلناها، اوريجينال ترانكيشن،
لو كان في الأبر باوندري فيه توب لاب، لو كان في اللور باوندري في بيز لاب، وبيز لاب ينقسم لأون لاب وتوب لاب زي ما احنا ما شفنا. هذا بالإضافة إن لو كان فيه باراليليزم فبنقول عليها كونكوردنس. دي العلاقة بين سطح الانكونفورمتي والسيكونس اللي فوقه أو تحته. طبعا كونكوردنس وديسكوردنس، وطبعا زي ما احنا قلناها بالتفصيل نقول كلام برضو كده يعني، عشان طبعا ده موجود عندكم في المذكرة كويس أوي يعني. يعني العلاقة كونكوردنس ديسكوردنس تنقسم لترانكيشن ولاب اوت، لاب اوت توب لاب وبيز لاب زي ما شرحنا على الأشكال. البيز لاب ينقسم لأون لاب وداون لاب، أون لاب وداون لاب. ده يعني شرح مفصل للسطح ده والسطح ده، ودي يعني محاضرة فبنشكركم عليها، وبنقول إن شاء الله نلتقي في محاضرة قادمة. لكن يعني time for questions أعتقد إن يعني مش هنقدر نتواصل قوي يعني كده عشان نعمل questions و answers. لقاءنا في الأسبوع القادم إن شاء الله.